كأس العالم للدرجات للكبار أقيم كمان بمضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة، ومصر فيه خلينا نقول فعلا قدرت أن هي تنجح بجدارة في تنظيم هذه البطولة، وكمان يعني تفوقت في تنظيم كمان كأس العالم للناشئين قبل كده، بنتكلم في 2021. وخلينا كده نتابع التقرير ده ونشوف بالظبط إيه اللي حصل في هذه النسخة ونرجع نكمل. طبعا البطوله الحمد لله تنظيمها عالي جدا جدا، وان طبعا مصر استضافت بطوله عالم، ودي مش اول مره، هي استضافت قبل كده بطوله العالم للجونيور، ودي طبعا بطوله عالم بس دي للسينيور، دي للكبار اللي هو الاليت، تمام. والبطوله دي يعني ان بطوله عالم اصلا تقام على مصر وعلى تراك مصر، فدي حاجه عالميه جدا. وطبعا الحمد لله يعني فضل ربنا يعني التراك بتاعنا ويصنف عالميا برضو من ضمن التراك اللي على انحاء العالم. بنشوف مثلا الخبره بتاعتهم بتفرق معانا جدا، ان احنا مثلا بنلعب مع لعيبه عالم فبيفرق معانا احنا كمستوى، احنا مثلا بنشوفهم بنزداد خبره منهم طبعا. فالحمد لله هم كمان عشان بيتعرضوا طبعا لبطولات كتير بره، فالخبره بتاعتهم بتبقى اعلى ومستوياتهم بتبقى اعلى، فاللي احنا نحتك بيهم المستوى بتاعنا بيعلى جدا. والله احنا استعدينا من فتره، بقالنا فتره كبيره بنستعد للبطوله على تواصل كامل وكبير مع الاتحاد الدولي للدرجات، وتواصل مع الفرق وتسهيلا وتسيير للفرق ان هي توصل وتشترك في البطوله. فده ناتج عنه ان احنا معانا 58 دوله مشاركه في البطوله، وده حجم كبير جدا وعدد لعيبه كبيره جدا مشاركين في البطوله. طبعا بالنسبه للمنتخب الوطني احنا اول مره نشارك بعدد 10 لعيبه، وده عدد كويس جدا بالنسبه للتاهيل الاولمبياد. طبعا زي ما حضرتك عارفه احنا بنشارك في البطوله، كل لاعب ليه رانك عالمي، تمام، بيجمع نقاط عشان احنا في مرحله التاهل للاولمبياد، فالنقاط دي بتضاف للرانك بتاعه ان هو يوصل لل 24 افضل 24 لاعب على العالم، ده بيوصل ان هو يشارك في الاولمبياد. ده شرف لينا كبير ان هي على ارض مصر، والتنظيم حلو جدا، والافتتاح كان روعه بصراحه، ما حدش بيعمل كده اصلا. وبطوله العالم صعبه جدا جدا جدا، واحنا بنتعلم خبره وبنكتسب خبرات وكده من بطوله العالم اللي هي على ارض مصر. بطوله طبعا العالم للدرجات دي كاس الامم للدرجات، كنا احنا عملنا طبعا بطوله الحمد لله سنه 21 وكانت للناشئين وكانت ناجحه جدا بكل المقاييس، وربنا وفقنا وفي ثقه الاتحاد الدولي ادانا البطوله اللي هي العالم للكبار، يعني فرق كبير جدا بين بطوله العالم للناشئين وكاس العالم للكبار. ففي ثلاث كؤوس عالم على مستوى العالم في هذه السنه، كان في كاس عالم في جاكرتا رحنا لعبناه، وبعدين ثاني واحد موجود هنا في القاهره، ثالث واحد هيبقى في لندن ان شاء الله الشهر الجاي. فبياخدوا تصفيات الثلاث سباقات دي وبيعملوا بالنقاط، وبيبقى الترتيب بالنقاط للمشاركه في اولمبياد باريس ان شاء الله 24. والله كان استعداد البطوله دي يعني استعداد كان جيد، كنا عندنا بطوله افريقيا قبلها مباشره، كان في معسكر عندنا موجود في قلب القاهره هنا، وبعدين اشتركنا ببطوله افريقيا للمضمار، والحمد لله حققنا فيه مراكز ممتازه جدا مع فريق جنوب افريقيا، وبعدين اتاهل من عندنا اثنين لعيبه، اتاهل لعيبه ابتسام زايد بطلة مصر، واللعيبه شادي محمد ثاني واحده اتاهلت بالنسبه للاولمبياد باريس ان شاء الله. و شاركنا في بطوله العالم في كاس العالم للمضمار ب 10 لاعبين في ثلاث سباقات تحمل وثلاث سباقات للسرعه، والحمد لله اللعيبه عندنا يعني في مرحله النمو وتطور، مش يعني مش مرحله حصد البطولات، يعني احنا الحمد لله المضمار هنا بقى له فقط ثلاث سنين، فلو حضرتك تشوفي ثلاث سنين مقارنه بالمنتخبات الثانيه، المضمار عندهم مثلا من 30 سنه ومن 50 سنه و100 سنه، ففرق كبير جدا بيننا وبينهم. فالحمد لله ان اللعيبه ابتدى يعني احنا في مرحله التنميه، ان شاء الله المراحل الجايه مرحله حصد البطولات ان شاء الله والميداليات. دي طبعا بطوله العالم وكاس العالم، وكاس العالم ده حاجه كبيره قوي، واحنا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا وفقنا ان احنا ناخد حق تنظيم هذه البطوله. الاتحاد الدولي كله، زمايلي في الاتحاد الدولي كلهم وافقوا على هذا، يعني لان مصر عريقه، ومصر يعني احنا قدمنا زي ما بيقولوا قدم السبت تلاقي الحد، احنا قدمنا السبت، وهو ان احنا نظمنا بطولات قبل كده هنا في مصر، بطولات افريقيه. انا دايما اخلي البطولات الافريقيه هنا، بالذات المضمار بيبقى هنا لان هو ده المضمار الوحيد في افريقيا، المضمار الكلاسيك يعني الدولي، فعشان كده بطولات المضمار بتكون هنا. الاتحاد الدولي برضو وافق على ان احنا نعمل هنا، بعت لجنه وشافت المضمار طبعا والمنشاه، الاتحاد الدولي نفسه جه زار المضمار هنا وشافه قبل البطوله،
فوافقوا على ان احنا ننظم هذه البطوله. والبطوله دي ليها يعني ايه، ليها حساسيه معينه وليها يعني اهميه كمان الاثنين مع بعض، اللي هم ان دي هي البطوله المؤهله لبطوله العالم، وبطوله مؤهله يعني لبطوله العالم كلها، وبطوله مؤهله للاولمبياد.